على حسب كل واحد وعمره وطوله والحاجات دي. ولكن في الاسابيع التانية دي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي الاهداف طويله المدى وقصيره المدى. طب لو انا واحده بسمع حضرتك وبادئه دايت ولقيت ان انا فعلا خسيت كويس قوي مع الدكتور ده رغم ان انا تعبانه ومجهده، بس بطبطب على نفسي كده واقول لنفسي ايه، اه معلش ما هقول دايت دايما انا ببقى دايخه، لا ده انا كل اصحابي خسوا كويسين اكيد الدكتور ده كويس، يمكن انا حاله فرديه. بص حضرتك، هو في المقام الاول يعني اي دكتور تغذيه كل اللي يهمه ان المريض بتاعه يوصل للحاله اللي هو عايزها، يعني مبدئيا بس احنا لا نعيب على احد اطلاقا يعني. أوه. والفكره كلها بتبقى في مدارس او سكولز في البرامج العلاجيه او البرامج الغذائيه ذات نفسها. انا يعني كبسوله صغيره زي ما حضرتك قلت، يعني كل واحده تسال نفسها هل انا صحتي كويسه؟ يعني هل انا قادره امشي وبمارس حياتي بشكل طبيعي؟ هل الريجيم ده مأثر عليا لدرجه ان في حاجه معينه انا كنت بعملها مثلا، يعني بروح مشاوير او حاجه معينه بعملها ما بقتش اعملها؟ هل الريجيم ده مسبب لي خمول وكسل وبنام فترات طويله؟ هل الريجيم ده متخليني متعصبه؟ هل الريجيم ده مخليني مش طايقه اللي حواليا؟ لو الحاجات دي موجوده يبقى فعلا الريجيم ده مش غلط والجسم مش واخد كل العناصر اللي هو محتاجها، زي العناصر والاملاح المعدنيه والفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده والحاجات دي كلها اللي هي بتخليني في حاله فيزيكال ومنتال كويسه. طب هنا النصيحه بقى الواقعيه، ما احنا مش عايزين برضو نقول حاجات ونعجزها. تمام. لا مفيش، انا هعرف منين ان الدكتور الفلاني بيعمل الحاجه اللي حضرتك بتقول عليها؟ لان احنا ما نفهمش في الطب وما نفهمش في التغذيه. تمام. فبنروح على السمعه او على التجارب او صاحبتي خست مع فلان فبجرب. تمام. انا ساعتها هعمل ايه؟ اروح لدكتوري هو نفسه واقول له ان انا تعبانه ومجهده ومش عايزه تسحب مني كل ده وابدا انا يعني اوجد يعني حل وسط؟ لا. ولا اغير الدكتور خالص؟ لا مفيش حاجه اسمها غير الدكتور، يعني طبعا انت عارفه هيك طبعا عشان توزيع الاقليم ويعني وتواجد الدكاتره كل واحد بيدور على الدكتور الاقرب ليه. بالزبط. احنا بنقول يعني اي عرض او اي مشكله تظهر في اي اسبوع من الدايت هو لازم المتابعه كل اسبوع مع الدكتور. ايه لازم المتابعه؟ ان انا اي مشكله بتواجهني بكلم الدكتور، والله انا الاسبوع ده حسيت مثلا ان انا تعبانه جدا، الاسبوع ده حسيت ان انا دايخه بيجي له دوخه من فتره للتانيه. طبعا على اساس المشكله الدكتور بيبتدي ياخد العلاج. وزي ما قلنا قبل كده كل واحد في الدايت واحده خاصه عن الاخر، مفيش نظام غذائي يصلح لكل الافراد. يعني ساعات بيجي له اختين يعني بينهم بين بعض 3 أو 4 سنين، دي بتاخد برنامج غذائي ودي بتاخد برنامج غذائي. كل واحد في الحياه، كل واحد في الدنيا ليه برنامج غذائي يصلح له عن الاخر، فبالتالي بالتحاور مع الدكتور ممكن يفهم نوع جسمها بالزبط. محتاج ايه. يعني في حاجه للاسف شائعه يعني انا بسمعها، يعني مش بتاعش بقول لك، يعني في 10 حالات بيدخلوا الدكتور مره واحده، اوزن خد الورقه بتاعتك اوزن خد. دي طبعا مش موجوده في اي حته في الدنيا ولا موجوده شخصياً، مش موجوده في اي حته من الدنيا. كل واحد لازم يحكي مشكلته ولازم يحكي صوته كويس قوي للدكتور. ولازم الهيستوري ده هو اللي الاساس اللي بيتبني عليه البرنامج بعد كده. يعني انا لازم اسال حضرتك مشيت على ريجيم قبل كده ولا لا؟ عمل كام ريجيم عملتيه في كذا، يعني في كذا سنه معدل نزولك كان قد ايه؟ طب نوعيه البرامج اللي كنت ماشي عليها كانت قاسيه ولا معتدله؟ كل الهيستوري ده. طب بالنسبه للهيستوري برضو في جانب صحي، في شق تحليل؟ تمام طبعا. يعني انا ما ينفعش اعمل دايت لحد مثلا نسبه الهيموجلوبين عنده 9 أو 8 او عنده مثلا نقص في كرات الدم الحمراء. ما ينفعش مثلا في بقى حاجات متلازمه كبيره جدا مع الدايت، يعني واحده مثلا اوريدي ضغطها اصلا يعني واطي شويه. من لازم اراعي في البرنامج الغذائي حاجات تظبط لها الضغط، مشروبات معينه واكلات معينه ونحافظ على كميات معينه من ملح كلوريد وصوديوم في الاكل اللي هي بتظبط الضغط مع الدايت. في حاجات تانية برضو زي المرضى اللي هم عندهم ارتفاع او انخفاض في الضغط. يعني في انا اللي هو جزء التغذيه العلاجيه مع الامراض، يعني انا مش مجرد الدايت هو اكل ثابت لكل الناس مع بقى ايه تناسي كل المشاكل الصحيه التانية. لا طيب. يعني في سيدات مثلا هم بياخدوا العلاج الهرموني، في سيدات اللي هم بياخدوا اقراص منع الحمل. صحيح. في السيدات اللي هم لسه خارجين من ولاد، في هم يعني السيدات كلهم مشاكل يعني، والنبي السيدات دول غلابه. لا يعني ده كل حاجه بايظه، كل حاجه فيها ادويه وكل حاجه فيها دواء جميعا. يعني الفكره كلها احنا بنهدف في المقام الاول للصحه الكويسه. تمام. يعني انا دايما انوه لكل الناس يا جماعه ما ينفعش انا صحتي تبقى كويسه ولا اصلا عامله دايت. طيب خلينا يعني نديهم حل. تمام. اللي عملت تجارب كتير وقلنا اللي دخلت في تجارب دايت كتير ولخبطت جسمها وبهدلته. تمام. وتخس وتتخن وتخس وتتخن كلنا كده. تمام. تعمل ايه بقى؟ عايز اعمل وقفه وابني نظيف. الحل مفيش حاجه اسمها مستحيل في نزول الوزن. يعني مفيش مستحيل، لا عمر ولا سن ولا تجارب رجيم ولا اي حد، طالما هيومن بينج، طالما بني ادم بشري ويحيى يعني عايش، مفيش اي مشكله في نزول الوزن. هي الفكره كلها ان انا بحاول انتقي البرنامج اللي يناسب طبيعه جسمي واستمر عليه يعني ما ينفعش حقيقه ابقى عامل رجيم من 3-4 سنين وبعدين خلاص فجاه حسيت ان انا وزني زاد وعايز ابتدي الدايت تاني فاجيب الرجيم اللي انا كنت واخده من 4 سنين ده وابتدي امشي عليه تاني. ما ينفعش. لمجرد ان انا عندي فيدباك ان انا الدايت ده كنت نزلت عليه 3 أو 4 كيلو. طبعا ده كلام سيء جدا.
جدا. ما ينفعش مثلا انا ابقى متابع مع دكتور والظروف ما رحتوش الاسبوع فما رحتش فروح جايب الرجيم بتاع الاسبوع وراح جاي مكرره تاني. ليه ما ينفعش؟ لان الحاجات دي بتعمل في الجسم حاجه ظاهره اللي هي الويت لوس بلاتو، اللي هو ثبات الوزن مع الرجيم. يعني احنا زي ما قلنا الرجيم النزول الامن او اللي هو البرنامج الصح اللي بيسمح لي نزول معتدل على فترات طويله، وفي نفس الوقت ما يسمحليش ان انا اوصل لمرحله اللي هي البلاتو، ابقى اوريدي ماشي على دايت وما اخسش. المعتدل ده اللي هو ما بين كام كيلو؟ المعتدل بص حقيقي يعني كان في ارقام كتير جدا على حسب ما يعني ما نشر على حسب نظام الصحه العالميه. كان الاول من 4 ل 8 كيلو، في اخر بحث 2012 قالوا المعدل الامن اللي هو يعني يسمح لي، طبعا الناس هتتخض، هو من كيلو ل 4 كيلو شهريا. يعني طبعا احنا في مصر ما شاء الله بيجيبوا عندنا 4 كيلو في اول اسبوع يعني، لكن المعدل اللي هي التوصيات ريكومنديشنز اخر ريكومنديشنز من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه الاف دي اي قالت المعدل الامن اللي ما ياثرش على صحتي وفي نفس الوقت اضمن ان انا لما انزله ما ارجعش تاني الوزن تاني اللي هو من كيلو ل 4 كيلو شهريا. ان كان يزيد لحد من 4 ل 6 او 8 ده مقبول ما فيش منه مشكله. الخطوره كلها لو انا نزلت في الشهر 20 كيلو. الحقيقه طبعا انت عارفه هيك الكبد والكلى محاطه بنسيج دهني كبير جدا، يعني هي اصلا عايمه على مخدات يعني هي عايمه على مخدات. الاربطه بتاعتها ضعيفه شويه، والمخدات اللي هي الانسجه الدهنيه دي حتى في النحفاء يعني مش في الناس السمينه بس. فبتبقى الكاشنز دي او المخدات دي لما بيحصل نزول سريع جدا في الوزن زي حاجه يطلق عليها رجيم الميه ورجيم مش عارف ايه ورجيم الزبادي ورجيم مش عارف ايه، للاسف الجسم بيلتهم كل مخازن الدهون دي اللي هي القريبه من الكبد، وبيبتدي يحصل لا قدر الله سقوط في الكلى والكبد بحسب بقى عمليات جراحيه ومشاكل كبيره جدا. صحيح. فاحنا بنقول دايما الاعتدال والوسطيه، البرنامج الغذائي، وعشان ما اسكلش على الناس، البرنامج الغذائي اللي بقى فيه نشويات بقى فيه بروتين بكميه معتدله. احنا في اخر الفقره هنقول لحضرتك هتنصحنا وهتقول لنا يعني نقط كده نمشي عليها، ولكن قبل ما ياخدنا الوقت في دراسه علميه بتقول ان هو اما بتثبت على وزن لمده سنه بعد ما يعني الواحد يفقد يعني دهون ويثبت عليه لمده سنه بيبقى هنا المقياس ان انا اقعد سنه كامله ما زدتش بنزل. تمام. هنا ممكن يحصل ثبات طويل للوزن. تمام. واشجع نفسي بقى واثبت على ده ازاي؟ تمام. على سنين هو طبعا دي جزئيه طبعا احنا بنتكلم فيها ليه بقى ايه ثبات الوزن، ازاي ثبت وزني بعد نزول الوزن دي. يعني محتاجه مننا حلقات كتيره جدا ازاي نعرف ثقافه ان احنا نحافظ على وزننا. والحقيقه طبعا دي ما بتجيش في مره واحده، هي بتيجي من ثقافه التغذيه عامه. يعني انا بقيت عارف اللي بيضرني، وعلى فكره في اختلافات كتيره جدا بين الناس. يعني في بعض الناس اكلات معينه بتزودهم، يعني في من تجاربهم هم يعني في عارف نفسه مثلا نشويات كتير بتخنه. في ناس عارفه مثلا الاكل اللي هو المقلي بيتخنه. في ناس عارفه مثلا دمج حاجه بتبقى في خبرات كده شخصيه احنا لازم نحطها.